العسير اني احاول اوصل لكل كما حاول الدكتور مسلم احاول اوصل لكل الحضور. هل هناك طبعا هناك ممرضات لان اعرف بعض منهم وهناك اطباء، هل هناك فنيين في الحضور؟ ومثقفات صحية. طيب وصيادلة. طيب يا الله بسم الله. طيب أولا أشكر المنظمين، أشكر دكتورة نجاح والفريق اللي كانوا يتواصلوا معايا من العذيبة، ونحاول نغطي أمراض الدم الوراثية. أمراض الدم تعرفوا أنه هذه خلية الدم الحمراء ليست خلية صعبة حقيقة. طيب دقيقة بس. هي يعني ينبغي أنه ما يكون يطلق عليها خلية لأنها غير قابلة لا تتكاثر، تولد ثم بعد ذلك تموت، تعيش في المعدل 120 يوم وبعد ذلك تموت. داخل هذه كريات الدم الحمراء أشياء بسيطة، أهم واحد هو الهيموغلوبين. هذا شغال ولا؟ طيب عشان اذا بيتتحرك زين. طيب فداخل الكريه هذه، داخل الكريه هذه ماده تسمى ماده الهيموغلوبين، تتكون من سلسلتين. الهيموغلوبين يحمل الاكسجين. الهدف الرئيسي من خليه الدم الحمراء هذه هو حمل الاكسجين. معايا؟ اذا نقصت نطلق عليه انه اذا نقص الدم الاحمر او خلايا الدم الحمراء، تعريفات مختلفه، نقول ان عند المريض انيميا او فقر الدم. بعض الناس يقول الفقر حتى وصل للدم، ما سهد لنا في الفلوس يعني وصل للدم بعد ايضا. المهم انه اذا نقص الهيموغلوبين اللي تعرفه الامم المتحده كم من المعدلات نسميه انيميا. زين، هون الهيموغلوبين اللي هو داخل هذه الكرية الدم الحمراء يتكون من سلسلتين، سلسلة ألف وسلسلة باء. الله سبحانه وتعالى خلقهم إن ألف في كروموزوم وباء في كروموزوم. وضحت الفكرة الآن؟ طيب معناه إنه لازم ينتجوا بشكل متكامل حتى يشتغل الهيموغلوبين بشكل متكامل. أوكي، لازم يكون نفس الكمية من ألف تنتج مع نفس الكمية من باء، ولاحظ إنهم في كروموزومين مختلفين، الله سبحانه وتعالى خلق هكذا يعني. طيب إذا نقص بتكلم بالإنجليزي بعد شوية، لكن بتكلم الآن بالعربي. إذا نقص ألف تسمى، إذا نقصت الكمية المنتوجة تسمى ثلاسيميا. إذا نقصت الكمية تسمى ثلاسيميا. إذا نقصت ألف تسمى ثلاسيميا ألف، إذا نقصت باء تسمى ثلاسيميا باء. وضحت الفكرة الثالثة؟ الآن احنا عرفنا ثلاثة، هيموغلوبين يتكون من سلسلتين وإذا نقصت تسمى ثلاسيميا. هذه هو الكوانتيتي، الكمي، النقص الكمي. أوكي، في عندك نقص أو تغيير في الشكل، ما في الكم، في الشكل، هذا مرض يسمى فقر الدم المنقلي. زين، الكرة الدم الحمراء هذه بيضاوية شكل وعندها القابلية إنها تعمل كذا سكويز لأنها تمر من خلال شعيرات دموية أصغر من حجمها في العادة. هنا الشعيرات الدموية، أي حد يحدثكم بشيء آخر يعني هذا اللي نعرفه، إنه كل المشاكل الناتجة عن فقر الدم المنقلي هو عبارة عن إنه داخل هذه الكرة الدم الحمراء أنزيمات تساعدها على عملها.
حتى في عمليات تبادل، في أكسوجين يروح وأكسوجين يجي، وفي عمليات تبادل غذائي، فلازم يكون في أنزيمات تحافظ على شكلها وتحافظ على معدل الحموضة وعلى معدل كذا داخل كرة الدم الحمراء. إذا نقصت فهذا يسمى نقص الخميرة. هيموغلوبين A is 2 alpha and 2 beta. Hemoglobin F is 2 alpha and 2 gamma. Hemoglobin F is the predominant hemoglobin inside the uterus in the babies. And this is what you could see, that hemoglobin alpha patient with sickle or patient with thalassemia, they start having problem after 6 months. We mentioned this already, that there are these types of hemoglobin, what we call the adult, and that adult hemoglobin is achieved after 6 months of life. This is what is fetal, what we call the fetal hemoglobin. I have already mentioned that there are alpha and alike, or allied in chromosome 16, and beta and alike in chromosome 11. So B and alpha and beta, or 16 and 11, in chromosome 16 and 11. Is في العادة sickle in particular is seen in Africa. So it protects against malaria. Why? Because the people who are trait or carriers they don't die from malaria. فلاحظوا أنتوا إنه الناس اللي عندهم المرض يموتوا من ملاريا، الحاملين للمرض لا يموتوا من الملاريا، فطبعاً الحاملين دائماً بيكونوا موجودين، ولما يكونوا حاملين موجودين بيطلع عنهم مرضى وهكذا. So when واحد من الأسباب إنه فقر الدم المنقلي وجد في أفريقيا ويوجد في أفريقيا and it protects منقل الحامل protects against malaria. One of the reasons. أيضاً ثلاسيميا وأيضاً نقص الخميرة. الشيء الآخر هو إن إحنا دائماً نتزاوج، مش إحنا فقط، مش العمانيين فقط، العمانيين وغيرهم يتزاوجوا داخل العائلة. They marry within the same family, maybe the extended family. 50, 54, 56, whatever data, maybe it's less. لكن يعني كثير من الأوقات إحنا ما نفكر بعيد، يعني نقول بنت عم وبنت الخال وهكذا. ف that consanguinity is issue حتى في المجتمعات الأخرى. أيضا حياة الناس تحسنت. أنا كنت عندي سلايدز للناس المثقفين الصحيين، أنتوا لم تنظروا الصحة لما كان معدل الحياة في عمان كان 50 سنة في بداية السبعينات، الآن إحنا واصلين إلى تقريباً 80 سنة، 87 سنة. فمعدل الحياة تحسن. لما معدل الحياة تحسن ظهرت أمراض الالتهابات، نقصت الملاريا وغيره. الآن أنتم ما تسمعوا عن الملاريا، الملاريا فقط موجودة عند الناس اللي هم جايين من أوروبا. وبالتالي أمراض أخرى مثل السرطان ومثل الضغط ومثل السكري ارتفعوا منها أمراض الدم الوراثية. والشيء الآخر اللي هو الفاوندر إفكت، إنه مثلاً إذا كانت سيميا متواجدة حول البحر المتوسط وتنتقل إلى معدل إلى آسيا بهذاك الاتجاه، فقر الدم المنقلي اللي هو والسي موجود في شرق أفريقيا. How common؟ دكتور مسلم ذكر المعلومة هذه. طبعاً by far the hemoglobinopathies are the commonest, one of the commonest single gene disorder على مستوى العالم، من أكثر أمراض الوراثية المنتشرة. طبعاً بالمناسبة أنا اليوم أتحدث فقط عن أمراض الدم الوراثية، ما أتحدث عن نقص الحديد ولا B12 اللي هي الأمراض المكتسبة. هناك فقر دم ناتج عن أمراض مكتسبة، هذاك يمكن نتحدث عنه في وقت آخر. وطبعاً هذه أيضاً منتشرة، يعني يمكن 50% من النساء الحضور الآن عندهم نقص الحديد، هذا شيء أيضا معروف. In the normal and actually 14 in the affected alpha thalassemia, that's a mistake. And red cells were 5 in the affected and 4 in the non-affected. And then the MCV was 107 في النورمال and 97. إيش معنى؟ إنه خلايا الدم الحمراء في الناس اللي عندهم ثلاسيميا ألفا وحتى بيتا يكون صغير الحجم. اوكي okay. That the MCV
of patients who have alpha thalassemia is small, microcytic anemia. Sickle cell is 5.4 and then hemoglobin D 0.9, hemoglobin C 0.7, hemoglobin E 0.07, والثلاسيميا is 2.6 في الستدي اللي احنا عملناه ثلاسيميا بيتا. فلاحظوا انكم حوالي 60% 60% of you who are Omani sitting in this room have a gene, a abnormal gene of hemoglobin. 10% منكم من الحضور عند سيريس هيموغلوبين سيكل جين أو بثي. إحنا أهلنا كانوا يحبوا البحر ويحبوا السفر ويروحوا إلى مناطق مختلفة. فطبعا there are genes that came to us from Iraq, there are genes that الملاريا اللي موجودة في صلالة ما تنقل فقر الدم المنقلي وهكذا. طيب خلنا شوية نركز على الألفة لأن الألفة معطية مشكلة في الكونسلينج، وأنا أريدكم ما تتحدثوا عن الألفة ولا تشتغلوا بها ولا تعطوا معلومات عنها للمرضى، يتشوشر عليهم وما يطلعوا بشيء ولا نحن نقدر نفيدهم. اتركوا الألفة بعيد. إذا أنتم متأكدين من بيتا وسكل خلاص أنا فرحان والسلام، لكن ما تعطوا الألفة إذا مشكلة. أول شيء المشكلة الأولى في الألفة إن هناك أربعة جينات تتحكم في الألفة. زين ممكن ينقص واحد، ممكن ينقص اثنين، ممكن ينقص ثلاثة، ممكن ينقص أربعة. في حد ما يتكلم عربي تماما؟ في أكيد. أيوة. Are you following or should I speak? You are. طيب. So I'll speak to you a little bit. So there are four genes that control alpha thalassemia. Okay. If they miss one gene, نسميه هنا لاحظوا إن واحد جين هذا يسميه alpha 2 alpha 1 alpha 2 alpha 1 alpha 2 alpha 1 alpha 2 alpha 1 اثنين of alpha 2 اثنين of alpha 1. زين يجي أول ألفا 2 بعدين ألفا 1 بعدين ألفا 2 بعدين ألفا 1 أوكي in two groups. واحد ألفا 2 ألفا 1 جاي من المذر، ألفا 2 ألفا 1 جاي من الفاذر. زين طيب لو فقدنا واحد هذا يسميه silent carrier بطن أو يموت بعد الولادة مباشرة، وهذا أيضا ما نشوفه كثير. أنا في 15 في 16 سنة في الجامعة ما شفت ولا حالة، عشان أبغى أعرفكم إنكم ما تهتموا كثير بالألفا ثلاسيميا. ما شفت ولا حالة شخصت 100%. فهمت علي؟ ممكن أنا فقدت حالة ما أعرف، لكن أنا ما شفت حالة شخصت 100%. صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر إنه الميوتيشن أو الطفرة اللي موجودة في الألفا يا أما تكون حاجة يسموها ديليشن يعني شيء ناقص، أو نون ديليشن يعني شيء إضافي إنسيرشن ولا يعني أفرا أو ون ريبيت ذات بين ريبيتد أول ذا تايم، هذا يسموه نون ديليشنال. بشكل عام الديليشنالز آر مور كومن، آر أقل وأكثر خطورة، أقل حدوثاً وأكثر خطورة. فلذلك إحنا نلجأ إلى أن نعمل ونشوف الديليشن ليش معناه إنه بيكون ناقص شيء، بيكون الكمية ناقصة، فنشوف نسوي جين لود، نشوف الجينيتك الماتيريال لود ونشوفه هل هو باقي كما المعتاد، فنقول هذا ديليشنال أو أقل، فنعرف إنه it's more likely to be deleted. فلذلك this is what we do. عندك إذا كان عندك normal هذا ألفا 2 وهذا ألفا 1 فthis is ألفا 2 ألفا 1 ألفا 2 ألفا 1 كميتهم بنفس المقدار، عرفنا إنه this is normal. إذا كان عندنا ألفا 2 ناقص وألفا 2 ناقص ما موجود تماما البيك، لاحظين، وألفا 1 فقط هي اللي موجودة. إذا كان عندنا ألفا 2 missing، ألفا 1 موجودة، ألفا 2 missing quantity of it is less. طيب
هذا نفس المعلومات بس للتوضيح هنا. When the two from the same side, alpha one, alpha two missing, شو فوق إنه the two peaks are reduced but both present. أو زيادة، زيادة هنا ألفا 2 الزيادة، فشوفوا البيك هنا أطول من المعتاد. تريبليكيشن يسموه تريبليكيشن. This is الشيء الوحيد اللي تقدر تشوفوه في at a higher level. ألفا ثلاسيميا are common due to deletion and also punctual changes non-deletional. Two types of single gene deletional and also double gene deletional from the alpha chromosome. The non-deletional are more severe and the impact of the non-deletional are more severe than the single gene deletional, and also the what is the clinical spectrum of alpha thalassemia correlate with the degree and the number of the dysfunctional gene. بمعنى إن إذا كان واحد يكون very little or no or no or no or no symptom, and if it is three or four, then they have symptoms. This is again similar that the type of mutation. أنا ما بغيت أدخل في التفاصيل. It could be 3.7 or 4.2. الناس اللي يشتغلوا على المولكولر and the deletional. And there is also this MED mutation, and then the non-deletional, one of the non-deletional is what we call alpha T Saudi, and the hemoglobin constant spring, not so common في عمان. بغيت بس أخبركم إن بعض الأحيان if alpha is present with sickle, then the hemoglobin S is reduced. إذا كان hemoglobin S يعني منجلي مع الألفا ثلاسيميا معدل الهيموغلوبين أس يكون لو. هنا عندنا واحد عنده سيكل تريت. كم السيكل تريت في العادة يكون الأس؟ 30 40 35. إذا كان less than 45 then this is sickle cell trait. طيب إذا كان 35 أنا بف في العادة 30 أنا بف. It's usually sickle trait without hemoglobin alpha. إذا كان more than إذا كان less than 30%, then it is very likely that he has alpha thalassemia بالإضافة إلى sickle trait. هذا spectrum of alpha thalassemia ما تعتنوا به. هذا في Southeast Asia. هذا واحد اسمه Fib. بعض منكم تعرفوه يمكن من تايلاند. وراوا إنه ممكن يكون very mild no, or يكون بهيدروبس فيتاليس or ثلاسيميا اسم بعض الحين يسموه ثلاسيميا ميجر or هيموغلوبين H يكون شوية عنده أعراض. لكن this we don't see in عمان ألفا ثلاسيميا فما تشتغلوا بها كثير. هيموغلوبين H we see a few cases. يمكن احنا عملنا analysis لحوالي 32 patients اللي هم عندهم three genes missing and they have splenomegaly and they have anemia with variable hemoglobins. Usually they exhibit both deletional and non-deletional. إيش الآن إحنا شوي تحدثنا عن الألفا ثلاسيميا، نتحدث عن البيتا ثلاسيميا. البيتا ثلاسيميا لحسن الحظ هناك جينين يتحكموا في البيتا. There are two genes that control beta thalassemia. There is gene one from the mother and one from the father. Okay. Now it is divided beta thalassemia into three groups: major, intermediate, and trait. The major, these patients will have a low hemoglobin at birth, يعني بعد ستة أشهر, and they require blood transfusion or their life or زراعة النخاع. بينما الماينر أو الحاملين, they don't have symptoms. And this is your problem that you need to pick up the one that have beta thalassemia trait. How do you pick them up? Because the A2 will be elevated. So the A2 will be hemoglobin A2 will be elevated in patients who are carrier to beta thalassemia. زين؟ Now هناك مشكلة أخرى إن في النساء the A2 goes down مع iron deficiency. So if you have a lady whom you think she has iron deficiency, أول give iron replacement and then repeat the A2. واضح؟
because you could be missing beta thalassemia. الناس اللي عندهم ثلاثة فما فوق repeat the A2 again, okay? Then they might have iron deficiency and so this is hemoglobin A2 and intermediate is in between. يعني الهيموغلوبين مالهم 7-8-9 في هذاك الحدود. طبعا الميوتيشنز في عمان جاي من from different countries. يعني عندنا كودون الاي في اس هذه this is the commonest mutation في البيتا ثلاسيميا يمكن جاي من الانديان سب كونتيننت باكستان اريا كودون 44 جاي من العراق كودون 25 ايضا جاي من العراق وهكذا في ميوتيشنز جاي من الهند وفي هيموغلوبين ظفار هيموغلوبين ظفار از بيتا ثلاسيميا انترميديا موجود في ظفار فقط هذه يسموها برايفت ميوتيشن ميوتيشن خصوصيه يعني حال عمان and it is a combination on African and Mediterranean mutation. This is what we see in the HBLC. يشوفوا الـ A2 هنا مرتفع, the A2 here is 7%. Okay. خبرتكم في البرفرال بلاد what you see in beta thalassemia target cells. الناس, the one that are working on the lab, the target cells are very common in patients with beta and alpha thalassemia, so all thalassemia. The mutations are different mutations, ما نحتاج spend time, but in Oman, the IVS هذه is the commonest and then codon 44. وقلت لكم هيموغلوبين ظفار, هيموغلوبين ظفار حوالي 7% من كل الثلاسيميا في عمان. One of the reasons that we have this alpha beta thalassemia is this. Afwan, is this what we that the various that they came from various places? For example, hemoglobin ظفار من Mediterranean وأيضا من African. There are with trade and with truffle that these mutations have come. الطفرات. This is a patient with a beta thalassemia major. فايش البيتا ثلاسيميا major? There is no beta. يعني there is beta gene is completely deleted. You get replacement by the hemoglobin F and hemoglobin F at birth will be very high. And these patients will require blood transfusion or their life. This is how it appears in patients who have a beta thalassemia major. They have the frontal bossing, the flattening of the bridge and prominence facial bones and their extension of their hair. And they have large spleen and large liver. And they lose their growth because of the endocrine issues that when we transfuse them, they of course they get iron overload, and the iron overload actually cause the endocrine abnormal, so they get diabetes and they get growth retardation, and they get also يعني اختلال في عمل الهرمونز. بيتا يكون عندهم تحطم للدم وأنيميا. This membrane damaged. طبعا iron absorption increased, blood transfusion, iron overload, cardiac death. ليش ال iron absorption is increased? Because the body is sensing that there is anemia. ثلاسيميا إلى ثلاث أقسام حسب حدة فقر الدم. المصاب بالثلاسيميا العظمى يعاني من فقر الدم بعد 6 أشهر. يحتاج إلى هؤلاء المرضى تسقية الدم طول حياتهم وينتج عنا زيادة ثلاسيميا انترميديا هيموغلوبين بين 7-10 و more severe red cell abnormalities varying degree of spleen طحال متضخمة و increased susceptibility to infection و skeletal changes. هؤلاء للثلاسيميا انترميديا ما يتسقوا دم but they have growth abnormality, splenomegaly, bony changes, and poor follow-up. لأنه ما يحضروا إلى المستشفى. هيموغلوبين ظفار قلت لكم إنه ثلاسيميا في ظفار. It constitute about 7% of all the thalassemic في عمان, where they have a special mutation of
of Mediterranean and African mutation. بس بغيت أقول إنه when you organize a thalassemia surface, you have to have the lab, you have to have the clinical, and you have also to have the support in the community. So they have to have a full integrated structure. The lab make the good diagnosis, give you also the proper blood, and the clinical in the daycare that they come, they receive the blood transfusion, plus they receive chelation as adwiya mudadda al-hadid. وبعد ذلك أيضا the last thing إن when they go to the community their follow up is also continued whatever support that they require. في عندنا دلتا ثلاسيميا ما بغى أتحدث عنها ولكن هي الشيء الوحيد إنها بعض الأحيان تنقص مش بعض الأحيان تنقص الـ A2 فهذا لازم تنتبهوا له إن ممكن يكون عندكم A2 below 2 فممكن يكون عندهم دلتا وممكن يكون عندهم other thalassemias فلازم تنتبهوا إليه. الهيموغلوبينوبيثي في عمان معقدة جدا وبالتالي ما تأخذوها ما تأخذوها بسهولة. المرض الأخير اللي نتحدث عنه هو فقر الدم المنقلي. فقر الدم المنقلي مرض يعني صعب وكثير من المعاناة، معاناة للمريض ومعاناة للطبيب ومعاناة لعائلة المريض والمجتمع بشكل. تعرفوا إنه هو مرض قديم، وصف في القرن الماضي 1910 أول وصف لفقر الدم المنقلي. إيش نشوف في فقر الدم المنقلي أو سيكل سل؟ that we see these sickled cell، هذا يسموها irreversibly sickled cell وهذا يسموها pseudo sickle. هذا هنا normal خلايا الدم الحمراء، هذه الخلايا الدم الحمراء الطبيعية، وهذا الناس اللي عندهم فقر الدم المنقلي أو يكون عندهم خلايا المنقل مثل المنقل الروسي. الدكتور مسلم أشار إلى هذا الموضوع أن في تغيير في الحمض الأميني من جلوتاميك أسيد يتحول إلى فيلين، بمعنى أن جلوتاميك أسيد هذه هي واحدة من الأشياء اللي أريد شوية أقضي فيها بعض الوقت، وهو أنه أخبرتكم أنه هذه ما لما شغلها هو وصل تحميل الأكسجين. عندما when it delivers the oxygen it becomes deoxygenated. إيش اللي يصير داخل الشعيرة الدموية؟ لما الهيموغلوبين يوصل للأكسجين يصير عنده تغيير، الهيموغلوبين يصير عنده تغيير في الشكل بتاعه بحيث إنه يترسب، يعني it precipitate inside the red cell. And when it precipitate inside the red cell, it pulls the membrane. تسحب المحيط مع الخلايا الدم الحمراء ويتغير شكلها من الشكل البيضاوي الجميل مثل هذا إلى الشكل المنقل. وضحت الفكرة؟ هذه مهمة، نقطة مهمة. شوفوا إيش اللي يصير هنا. لما توصل الأكسجين يصير فيها تغيير في الهيموغلوبين، تغيير في الهيموغلوبين عند هيموغلوبين مجموعة من الهيموغلوبين مولكيولز مع بعض يسووا خيط أو ثريد ويترسب داخل خلايا الدم الحمراء، والخلية الدم الحمراء تتغير شكلها من الشكل البيضاوي إلى الشكل المنقل. طيب طبعا بالإضافة إلى هذا تصبح الخلية عندها ليك فيخرج الماء من داخل خلايا الدم الحمراء ويصير عندنا جفاف داخل خلايا الدم الحمراء ويصير إنه هيموغلوبين يترسب زيادة. وأيضا لاحظوا أنتوا إنه هذه خلية الدم الحمراء شكلها البيضاوي الجميل وتمر من خلال شعيرات بشكل انسيابي، لكن لما يكون شكلها منقل تطعن في التغطية بتاع شعيرات دموية. It bursts in the membrane of the blood vessel and it also it activates the platelets. And when it activates the platelets يصير مثل الكلوت، يصير مثل الجلطة داخل خلايا الدم، داخل الشعيرات الدموية. فإيش اللي يصير هنا؟ إنه خلايا يصير بوليمرايزيشن أو تشكيل البرسيبيتيشن، الممبرين يتغير، الممبرين يتغير
دامج ذا ممبرين يصير هيموليسيس تحطم لخلايا الدم الحمراء ويصير انيميا وهاي ريتيكولوسايت وان ذير از انكريز ريتيكولوسايت الريتيكولوسايت ار لزقه ولما يكونوا لزقه they attach to the vessels and when they attach to the vessel they occlude the blood vessel and when blood occlusion يصير عندنا acute chest يصير عندنا bony pain يصير عندنا hand foot syndrome يصير عندنا splenic sequestration يصير عندنا leg ulcer or priapism واحد او كثير من هذه التعقيدات كل اخبرتكم كل المضاعفات الناتجه عن السيكل سيل ناتجه عن انسداد في الشعيرات الدمويه اوكي all the manifestations of sickle cell are part of a vaso-occlusive process زين طيب هذه شكل آخر إنه هنا خلايا الدم الحمراء الريتيكولوسايت يدحرقوا هنا بعد ذلك يغلقوا الشعيرة الدموية لأن يغلقوا الشعيرة الدموية بالكامل بنشوف هذه الشعيرات هذه خلايا الدم الحمراء الطبيعية وهذه خلايا الدم الحمراء المنقلية تغلق بس أشغل لكم الفيديو قصير حوالي أقل من دقيقة بس عشان تشوفه بالحركة كيف كيف تتحرك الخلايا الدم الحمراء المعتادة وكيف تتحرك الخلايا الدم المنقلية الهدف منه مش الكلام الهدف بس رؤية الصورة so that you see how the red cells are moving normal red cell and how sickle cell are moving شوفوا هنا النورمال شوفوا بس تم there are people who are hyperhemolyzing and when they are hyperhemolyzing their anemia they have anemia and when they have anemia they have high reticulocyte and these are the patients who develop pulmonary hypertension leg ulcer priapism okay so this one maybe one group the other group they have high white cells and they have release of cytokine and they have painful crisis acute chest and osteonecrosis ما معناه ان كل المرضى لازم يكونوا منفصلين هكذا they might be even overlapping اوكي طبعا السكل is common في الشرقيه والداخليه وفقر والثلاسيميا common في الباطنه ومسقط ف the commonest هيوة فمسقط لو مسقط والباطنه فيها الثلاسيميا والسكل سيل في الشرقيه والداخليه هذه كيف تبدو تبدو خلايا الدم this is sickling test please do not do only sickling test do sickling test and HBLC لانه you could miss so شوفوا بالنسبه للناس اللي عندهم normal and the one that have sickle cell you can't see through it this is a simple blood test for the patient for people who are doing sickle diagnosis if the S is below 45 it's sickle cell trait. If above 65, it's sickle cell disease. Full stop. واضح? Above 65, sickle cell disease. Below 45, sickle cell trait. زين? This is a patient who has sickle cell trait. في عندنا حاجة اسمها الهابلوتايبس and I'm trying to see that I give at least new information for somebody who's attending for the first time. So we have this haplotype. We have the Senegal and Arab Indian, which is a mild disease. And we have the Bantu, which is the most severe. And then we have Benin and Cameroon is intermediate. هؤلاء, this is, we see it in Oman, we see all the types except Cameroon, we have not seen. But Benin, Arab Indian, and Bantu are seen in Oman. Arab Indian is the mildest. Alpha thalassemia makes, in general, makes sickle cell more mild. لكن انتو تلاحظوا انه there are patients
from the same family who are different in sickle cell. So why they are different? There are a number of reasons why they are different, including that their hemoglobin, if the hemoglobin is low, they are at risk of death and stroke. If the hemoglobin is high, that they are risk at of acute chest and AVN. What do we mean by high? High mean 13, 14 hemoglobin, 15 in sickle cell patients. They are at risk of. And if they have a high hemoglobin F, is good. If they have a low hemoglobin F, this is bad. If they have a high white cells, if they have alpha thalassemia, it gets more AVN. If they have alpha thalassemia,